اوكي مرحبا، كيف حالكم؟ اهلا وسهلا فيكم في قناتنا سوبر لينكس. هون بدنا نعمل فتح لظرف، اوكي، فيه عده فلكيه. اوكي، اللي بتذكر انا اشتريت وقتها من علي اكسبرس عدستين 20 ميلي، بيكونوا ريكتيفاير، بيصلحوا الصوره. دائما الصوره بالتلسكوب تيجي مقلوبه، هذول بيصلحوا هذا. وبعدين اللي عندي انا بالبيت كنت بشتريهم زمان قبل ما يصنعوا هدول، يبقى يصنعوا هاي الموديل، كان بلاستيك وبعدهم عندي يعني مش هلا، بقول كانوا يعني من لما اشتريت وعم بحكيها بعدهم عندي يعني هلا. فالفكره هدول لا، جسمهم معدني، هدول حيفيدوني كثير في تصوير الشمس. صور الشمس نحن عاده بحط عدسات بيكون جسم تبعهم او الحاول او الاسطل اللي بيكون حاول العدسه بالنص، اوكي، عايز يكون النص هو الاسطل تبعه راكب عليه، فبيكون معدني دائما. هلا هذول كمان نفس الشيء جايين معدنيات حسب ما انا بتذكر، اذا هن هذول القطع. تمام، بنشوف. طيب خلينا نبلش فتح. تمام، وهي انا خليني اطلع بس اشوف قديش اشتريتهم انا وقتها. تمام، اكونت اوردرز، عم طلعنا على النت بس اوكي عارف شو اشتريت انا. تأكد إذا هني رقم البريد تبعه من قبل ما نفتح. أنا بعمل عملية فتح، عرفت كيف؟ خليها قبل ما تفتح يعني بالضبط شو وصل لي. RB2172 مظبوط، وآخرها الزي، وهي هاي 919 الزي. أوكي، فهو هذا التراك بورد. فإذا هن هي أوكي هاي العدسات المعدنية. هات لنشوف. أوكي، هلا هولي كلفوني مع بعض جبت عدستين الان، كلفوني بالكامل $31.95. اوكي، الجمرك عليهم طلع باللبناني حوالي 141. اوكي، ف 141 الف ليره يعني بتحكي بحوالي دولار ونص حاليا. اصلا 100,000 ليره كان زمان قبل 2019 كانت تعمل $60، كانت تعمل شو $60، تخيل $60 لدولار، كل 100,000 هلا عم تعمل دولار تقريبا، يعني طالع بالنازل من 90 ل 100,000 عم يعمل دولار تقريبا حسب كيف كل مره جو السوق العمله. احنا بس هيك شوي شوي في الطريقه الفيس بعدين فتح لانه مزق. اوكي، وبعت لي كمان فلتر احمر، اوكي ممتاز. هيدي مجانا، اوكي انا ما طلبتها. اوكي، شوف هاي اول عدسه، هيدي الثانيه. وبس هذا الكيس بابل حاطه فيه، اوكي يعني بابل تايلاند، بابل هيدي بين شكسبير، من مسرحية شكسبير. بابل فاير بابل تول اند ترابل فاير بيرن اند كولدرون بابل. اوكي، ف كولدرون هو شو اسمه اللجن الكبير، هذا الطنجرة الضخمة. اوكي، هي حتى مع هلا هاي من شركة انجل ايز. اوكي، انجل ايز. تمام، واضح الكلام، حاول يصير حدق. اوكي، كل ما مش متخذ الكاميرا تحدق ولو. اوكي، حتى نشوف تنتين مثل بعضيها الثانية. اوكي، هلا هن على اساس بحط عليهم شعار سيلسترون، فبس هو انا بقول لك هدول انجل ايز مش سيلسترون. اوكي، مظبوط. اوكي، شوف
بلاستيك هاي معدن تمام الومنيوم او مش عارف كيف واحد طنطنها عشان يبين صوتها البلاستيك يبين يعني شو اداء البلاستيك صوته تمام اوكي هاي هي العدسه من هون شايفين كيف كل شيء فيها طبعا هي من حالها لحالها هيك بدون ما احطها على التلسكوب انا فيش تلسكوب معي بس من حالها لمحالها اوكي تلسكوب بالبيت يعني شو شلا فمن حالها لحالها وبعدين وين الغطاء الفوقاني فيش غطاء فوقاني هذا حط اصبعي فيها هلا خبصت اوكي المفروض في المفروض في المفروض لازم ينحط لها الغطاء من فوق اوكي على كل شوف الثانية كيف وضعها كمان بس ال انه لما بتحطها هيك بدون شيء هي اصلا حتكون الصوره فيها مقلوبه ف لحالها هيك العدسه بس لما بتحطها على التلسكوب اكيد حتصلح الصوره لانه صوره التلسكوب اصلا مقلوبه فهذيك بتكون قلب المقلوب يعني هذا التلسكوب قلب الصوره هي اصلا لحالها هيك اوكي بتكون هي الصوره عندها اصلا مقلوبه فهذه هون بتكون من هون اصلا من التلسكوب مقلوبه فهي بتقلب لك هيك عرفت كيف بتعكسوا بعض يعني بخالفوا بعض يعني إذا هاي نازلة هاي بتعلي وإذا هاي عالية بتنزلها فهمت شو هيك استنى عالية من هون ما له معنى عندك عرفت كيف؟ تمام؟ هلا هاي العلبة الثانية يلا مفهوش هيدا في شيء مش مزبوط هون رخوا يعني سامعين؟ هاي مش مضبوطة، هذا الشيء مش مضبوط فيها. هذا أنا بقول لكم شو اللي عم بخير خير. هذا البريزم جوا هذا شو اسمه؟ عشو كيف ممكن شده؟ بس هذا المنشور الموشور البريزم جوا هو اللي عم بيقطع جوا. اوكي. من هون هذيك ما كانت لقلق هيك بس ماشي الحال انا ما حكيت الموضوع نجيبه من الصين احنا مخصص انه صيني زي ما بيحكوا لا انا بضاعة منيحة بس هيدي ما بعرف كيف طالعة صنعتها هذيك كانت منيحة بدها شد بس مش عارف اشدها انا خلينا نشوف الثانية الأولانية شايفين كيف؟ تدقش فش لها صوت فش لها صوت في لها صوت خفيف بس مش انه يعني بتحسها يعني مش بحلها تمام في شيء او اذا كانه فلتان شيء جوا لازم هي في لها طريقه تنفتح يعني هي كيف كده الورق بس خليها هي مثبت لان ثبت شوف الثاني احنا هي اللي فيها خراب شو الموضوع ليش مش ثابته اوكي مع البرغي يعني قاعد مش انه لا يعني البرغي هذا اللي بتفتحه من هون قاعد شوف شو مضبوط خلينا نفتح حركة هلا افتح معاها البريزم هيك كيف هذا بصوت معدن عم حاول يكون هاي غطاها معدن تغليفها معدن يعني
تكون هاي قصتها غلط يعني. شو القصد؟ مش انه مش منيحه قصتها غلط بس هي شغاله يعني. آه مش مشكله عندنا يعني، حكى تبعون اوبتكس مش هالشغله يعني. في اشياء بتاثر على بس مش بهي. اه يا في فراغ فيها شوي لجوا، نشوف اذا في برغي بيكون هي بيكون مرخيه بشي مطرحه، بيكون في برغي داخله ماسكه. شوفوا كيف هون في عندي هون شايفين هاي جوا، اوكي هاي الشقف الحلقه السوداء اللي من فوق، اوكي هون اذا تكون شيء يمكن تكون طريقه برغي عشان هيك تكون مرخيه شوي. تمام هلا مرخية اوكي بس اكبس عليها بايدي يعني ما عادش بيطلع لي، فهي ناقصة جلدي يعني ما فيش غير هيك جلدي خفيفة بس بدك تكبس عليها ما عادش بتطلع لي. اوكي ماشي ناقصة جلدة او شيء هيك شغلة خفيفة هيك سماكة خفيفة نحطها يمكن ورا او شغلة ما عادش تصير تعمل الحركة هي لانه بالخراطة الغلط عرفت كيف، او بيكون في زيادة او نقصان زيادة بالخراطة عرفت شو القصد غصبا عنه بتكون شايف كيف خراطة مش مزبوطة. اوكي على اي حال يلا اكلنا بومبر وحدة بس يلا منيح جبنا اثنين شو يلا موفقين شباب كثير باكم الحال. اوكي اوكي بعدين بنعمل فيديو ثاني فاجيكم اياه انكم تشتغلوا. انا بجيب اثنين مش على الفاضي، عندي شو اسمه الباينو فيور اللي بخلي التلسكوب اللي ابو عين وحده ياخذ عين عدسة عينين وحده يصير حلو، يصير تقدر تركب له قطعه يصير يعمل يعني تخلي التلسكوب يشتغل بالعينتين. اوكي فهذا كل شيء بنشوفكم يلا سلام موفقين ديروا بالكم حالكم.